السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله نوريكم على الفيديو كيف لما بتعملوا الرالينج بوينتس تبعوت هدول، ولما هاي تكون تروح الرالينج بوينتس هي تبعت هدول انه وين بيروحوا المصانع مثلا، وين القوة تروح تنحط او من هاي كلياتهم، او لما هاي لما تتحرس لك محل مثل هاي، لما هلا التحديث الجديد صار اكتر من تنتين يعني محلين. هلا بوريكم كيف. اول شي بتكبس عليها، بعدين تاخد تكبس هاي الاشارة نفس ما بتعرفوها اللي هون. بعد ما تكبس عليها، طبعا انت ما بتكبس كبسة قصيرة نفس ما كنا نكبس هيك كبستين قصيرات، هلا ما بتكبس هيك كبسة قصيرة، لازم اول شي تاخد كبسة طويلة، تكبس كبسة طويلة كبسة طويلة كبسة طويلة كبسة طويلة كبسة طويلة، بتحسن تصير لخمس مرات بس، اكتر من خمسة ما بتصير، غير هيك ما بتنجح معك. بقى لازم لك بس خمس مرات يعني لحتى تزبط. مثلا هاي مرة ثانية، واحد كبسة طويلة كبسة طويلة كبسة طويلة كبسة طويلة كبسة طويلة لخمسة. طبعا اذا مثلا لو بتسأل انه كيف بدي اعملها مثلا لثلاثة او لاثنين نفس ما بتعرفها، بدك تعمل ثلاثة او اربعة، ما بدك تعمل خمسة. بتكبس عليها طبعا كبسة طويلة الاولى، كبسة طويلة الثانية، كبسة طويلة الثالثة، بدك الاربعة الرابعة ما بتكبس كبسة طويلة، بتكبس كبسة قصيرة لتصير مثل القبل يعني مثل زمان، بتكبسها هيك كبسة قصيرة. بتروح الكبسة اللي بدك اياها مثلا توقف عليها، بتكبسها كبسة قصيرة، شايفين؟ بس كبسة قصيرة بتصير هيك، بعدين بتصير بس بثلاث نقاط. مرة تانية كبسة طويلة كبسة طويلة كبسة قصيرة هيك، يعني ما بتكبس فورا، بتكبس وبتشيل فورا من ايدك نفس ما العادة متعودين عليها. بس بينما بدك لجيتك تكبس كبسة طويلة كبسة طويلة طويلة كبسة طويلة كبسة طويلة تصير خمسة، بعدين هي لحالها بتحرس ما بتخليك تعمل سادسة. هلا طبعا نفس الحالة بالمصانع، بتروح هيك كبسة طويلة كبسة طويلة، بتروح تكبس على الخريطة كبسة طويلة كبسة طويلة كبسة طويلة، مثلا بدك اياها على هالشكل، او مثلا بدك اياهم كلياتهم، بتروح على الخريطة بتوريهم مثلا من هون كبسة طويلة كبسة طويلة كبسة طويلة، مثلا كبسة قصيرة، انت ما بدك اياهم اكثر من هيك، عرفت؟ يعني بدك اياهم مثلا ثلاث خطوات، انت مثلا تعمل لهم كبسة طويلة مثلا خطوتين كبسة قصيرة، خلصت الخطوة الثانية، ما لازم تكون كبسة طويلة بعدين تكمل زيادة، اذا بتكبسها كبسة قصيرة بتخلص بعدين لحالها بتعمل، لازم تكبسها انت تكبس هيك ايدك، تحط ايدك وتكبس بقوة، يعني تحط حاطط ايدك ما تخليها تنزل ايدك ترتفع. شكرا للمتابعة، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو الثاني، الشرح الثاني هذا كيف تعملوها، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. باي باي.